مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج سكرين شوت. كما عودنا برنامج سكرين شوت دايما بيسلط الضوء على الموجود في الشارع المصري. النهاردة يسعدنا طبعا إن احنا يعني نبارك للنادي الأهلي اللي استطاع بجدارته إن يصل لكأس أفريقيا، وبنتمنى إن نادي الزمالك يوصل برضو لكاس افريقيا ويبقى معانا الزمالك والاهلي، وربنا يسهل بقى اي حد منهم يفوز، المهم ان احنا نفوز بكاس افريقيا. فطبعا احنا بنشجع النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي وبنشجع مصر ككل. النهارده طبعا يسعدنا ويشرفنا وجود معانا الاستاذ المستشار ايمن محفوظ. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. يسعدنا بوجوده استكمال طبعا الحلقه الماضيه، وطبعا بوجود موضوعات شيقة جدا يعني أتمنى أنها تنال إعجابكم. أول حاجة بقى هبدأها بالرئيس أستاذ أيمن، حضرتك تديني بقى يعني تهنئة بسيطة كده للنادي الأهلي. ده من غير ما تقولي طبعا احنا بنهني طبعا كل جماهير مصر وجماهير النادي الأهلي بالفوز العظيم اللي حققه النادي الأهلي في مباراتين خارج مصر وجوه مصر، يعني شيء مشرف. النادي الاهلي دايما رافع راسنا وبيمثل مصر، وانا مش من مشجعي النادي الاهلي، لكن انا فرحان جدا للنادي الاهلي وشرف مصر، وان شاء الله باذن الله يلحق به نادي الزمالك ويكونوا الاثنين طرفي الرهان في نهائي المباراه النهائيه في نهائي كاس افريقيا ما بين الاهلي وبين الزمالك. مش مهم مين اللي يفوز، المهم يكون زي ما قالت سوزان فين الكاس مصري. عموما تحيا مصر دايما، ودايما شعبنا وولادنا رافعين رايتنا على طول. اول بقى حاجه هنبدا بيها مع استاذ ايمن موضوع مهم جدا، وهو الفيديو اللي اثار الراي العام واختص بالسخريه، اللي طبعا كلنا زعلانين جدا بسخريه عن محطه القران الكريم من شخصيه مش هقدر اتكلم واقول شخصيه ايه هي. كفاءة ان احنا كلنا بداخلنا حاجات كتير قوي ممكن نقول للشخصية دي شكلها ايه. هو طبعا اسمه محمد اشرف، بس استطاعت السلطات انها تتواصل وتقدر انها تجيبه لنا يعني او تصل ليه. يعني استاذ ايمن بقى هيوضح لنا ايه الاجراءات اللي تتخذ اتجاهه. والله انا بتكلم عن هذا الموضوع بكل حزن. انا سمعت الفيديو، فيديو بيسخر من اذاعه القران الكريم، الاذاعه اللي كلنا اتربينا عليها، الاذاعه اللي تتحدث بصوت القران. احنا زعلنا مش زعل على اذاعه، لان احنا لا نناصر اذاعه ولا ننحاز لاذاعه ولا قناه، احنا بننحاز لصوت القران. اذاعه القران الكريم هي صوت القران في العالم الاسلامي والعالم العربي كله، بل تكون في العالم كله، لان هي اذاعه مسموعه وتمثل القران. أنا حسيت بالفيديو ده إن صوت القرآن يطالبنا كلنا بالقصاص، لذلك صرعت بالبلاغ لسيادة النائب العام ضد هذا الشخص المستهتر اللي اتخذ من إذاعة القرآن اللي هي صوت القرآن مادة للسخرية. وكمان أنا كنت بستغرب ليه الجمهور كان قاعد بيضحك، بيضحكوا على إيه؟ ده راجل يعني بيسخر من إذاعة كلنا اتربينا عليها، إذاعة بتنطق بالقرآن وكلها يعني بتعلمنا. طب ايه العقوبة اللي بتنتظر يا استاذ ايمن؟ يعني ما احنا كلنا زعلانين، بس ده لازم يعني ينشق عليه عقوبة جذرية. ايه العقوبة اللي تنتظر؟ العقوبة التي تطال هذا الشخص هي العقوبة التي اوردتها المادة 98 من قانون العقوبات، وهي جريمة ازدراء الاديان، والعقوبة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد عن 5 سنوات. وانا بطالب ان الجهات السلطات الدولة كلها ان هي تجعل من هذا الشخص عبرة، حتى لا تكون القرآن مادة للسخرية، وياخد اقصى عقوبة ان شاء الله ويكون 5 سنوات. احنا بنتمنى طبعا، لان ده بيبت كتير جدا في الدين، ومش هنتكلم بقى كتير، لان احنا لو اتكلمنا هنقول حاجات ياما قوي، فبنقتصر ان شاء الله هياخد اكبر عقوبة وهو ده اللي يستحقها بالفعل يعني. لكن انا عايز اعلق على حاجه بس بسيطه، مفيش حد في الاعلام توصل ليها ولا اتكلم عليها لانها موضوع حساس جدا، لكن انا كايمن محفوظ انا بحس ان انا مواطن مصري دوري ان اوضح للناس ايه هي النقط اللي احنا ممكن نقف عندها وما نجريش ورا السوشيال ميديا. السوشيال ميديا كلها برضو في فيديو احد الاشخاص اليوتيوبر اللي
اللي يعني اسمه محسن سعد كان بيقلد صوت السيد الرئيس رئيس الجمهورية في فيديو كل الناس طلبتني ان انا اقدم فيه بلاغ بتهمة اهانة السيد الرئيس. انا عايز اقول لك يا محسن يا سعد يا تيوبر يا استاذ محسن، انت كده برضو من الناس اللي بتبحث عن الشهرة باي شكل. مقام السيد الرئيس فوق كل سخرية وفوق كل انتقاد. كل الناس طلبتني ان انا اقدم فيك بلاغ ونطالب السلطات بالقبض عليك ومقام السيد الرئيس. سورة البلاغ موجودة عند الشاشة. الله عايزين كل الناس تطلع عليها وتشوفها. لكن انا بعايز اقول حاجة، مقام السيد الرئيس فوق اي سخرية فوق اي نقد. انا زعلت من اليوتيوبر محسن سعد لما قال هذا المقطع اللي كان قصد بيه الشهرة. انا ضد. ايه هو المقطع بقى؟ كان بيقلد صوت الرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بطريقة انا شايفها غير مناسبة، غير لائقة وغير لائقة. وهو كده احنا بنحذرك ان ده يقع تحت تقسيم القانون وعقوبته شديدة جدا. لكن عايز اقول لك واقول للسادة اللي كانوا بيطالبوني ان انا اقدم فيه بلاغ، احنا بعد خروجي من الانفعال يا استاذة نفين انا فكرت ان مفيش حد بيقلد حد غير بيحبه. انا لما الاقي نجم ساطع في سماء اي مجال بحاول اقلده لان انا بحبه. انا كنت متاكد ان القصد الجنائي لمحسن سعد اليوتيوبر المعروف واليوتيوبر برضه معروف ما كانش يقصد غير ان هو يقلد الرئيس، فالجريمه لم تقع وهو بيحب السيد الرئيس. وكلنا بنحب السيد الرئيس، لكن تكون الأخيرة يا محسن وإلا عقابها هيكون شديد جدا من الغضب الجماهير، لأن مقام السيد الرئيس فوق أي سخرية. طب نسمع معنا الفيديو ده لو سمحت. مبادرة تطهير وتنظيف التيك توك بدأت. الأستاذ أيمن محفوظ رسميا على تطبيق تيك توك. المستشار القانوني الكبير والمعروف والمشهور أيمن محفوظ اللي مشيب أي حد بيعمل حاجة غلط في مصر بقى موجود على التيك توك. إيه المبادرة وإزاي هننفذها؟ طبعا في ناس كتير على التيك توك للاسف بيعملوا كل حاجه غلط في الدنيا، الاخلاق السيئه، وده طبعا معروف للجميع. فاحنا كل هنعمله هنعمل تاج للاستاذ ايمن محفوظ على اي حد من دول عشان يشوف هو بيعمل ايه، واذا كان بيخالف القانون هيتحرك ضده على طول للنائب. ومش بس كده، احنا كمان ناويين نعمل جروب على الواتساب نلم فيه او نجمع فيه كل الناس اللي حابه تشارك في المبادره، بحيث يبقى احنا عندنا دورين. الدور الاولاني ان احنا نقدر نقفل الاكونتات السلبيه اللي بتقدم محتوى سلبي دون حاجه للجوء للقضاء، لان ده هيأذيهم اذى جامد. ولو ما جوش بكده يبقى الخيار الثاني هو لجوء للقضاء. اللي معانا يكتب في الكومنتات. يلا بينا. رجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين. طبعا معروف ان التيك توك اصبح مسيطر علينا وعلى حياتنا كتير جدا، بس ليه بعض المساوئ العديده. وزي ما شفنا الفيديو اللي موجود والصحفي استاذ احمد اللي حاول يعمل مبادره جميله جدا على تنظيف التيك توك. طبعا المبادره دي كان على راسها الاستاذ ايمن محفوظ. احب بقى اعرف حاجه صغيره يا استاذ ايمن، ليه استاذ احمد اختار حضرتك بالذات؟ والله انا ما اعرف، انا لقيت فجاه الاستاذ احمد بيتواصل معايا وبيقول لي انا اخترتك وشايفك ان انت ممكن تساهم في يعني تنظيف زي ما هو قال، انا استخدم تعبيره، تنظيف التيك توك، لان فعلا تيك توك اصبح محتاج ان هو سيء جدا بالفعل. اصبح يعني مش، طب هو يعني ليه مختار حضرتك؟ يعني ليه وجهه نظر معينه؟ والله احب اعرفها. انا تساليه هو السؤال دوت، لان انا شرف ليا ان هو يختارني. طب احنا هيبقى يعني معانا مداخله للاستاذ احمد عشان نعرف. ما فيش الو 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 السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا استاذ احمد؟ ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا والله يا فندم. ربنا يخلي حضرتك. الله يخليك. انا مبسوطه جدا. حياتي يا احمد بيه. مبسوطه للمبادره الجميله دي، بس لينا سؤال يعني شاغلنا شويه. حضرتك اخترت المستشار ايمن محفوظ ليه في هذه المبادره؟ انا اعرف المستشار ايمن محفوظ من زمان جدا، ويعتبر هو المحامي الوحيد في مصر من وجهه نظري اللي عنده قيم المجتمع وعاداته جزء لا يتجزا من شغله. ما بيهزرش مع اي واحد يهين قيم المجتمع المصري، يهين الدين الاسلامي، يهين اي دين. يعني شفنا طبعا تحركه ضد الكوميديان محمد اشرف، شفنا تحركه قبل كده ضد الشخص اللي قال الصعيد، شفنا تحركه ضد ناس كتيره حاولوا يسيئوا البلد بشكل او باخر. فهو من وجهه نظري من اهم الناس اللي بتحافظ على قيم وتقاليد المجتمع المصري،
وهنا لازم يحضرني شكر خاص جدا للمستشار حماده الصاوي معالي النائب العام المحترم، اللي بالنسبه لي كشخص وكصحفي وعضو نقابه الصحفيين هو اعظم نائب عام في تاريخ مصر اهتم بجزء قيم المجتمع وعاداته وتقاليده. المستشار النائب العام ما بيهزرش مع اي واحد بيسيب المجتمع المصري، ما بيهزرش مع اي واحد بيروج ليه كل حاجه غلط، مش عايز اوصف بشكل كبير يعني دعاره وكده، بس هو ما بيهزرش. طب يا استاذ احمد، عايزين نسال حضرتك سؤال. بالنسبه لحضرتك مسؤول عن المبادره، طب ازاي يعني ايه الوسائل اللي بتخلينا نقدر تساعد اي مواطن ان هو يقوم بتنظيف الحاجات السيئه اللي موجوده في التيك توك؟ انا عايز اقول لحضرتك مفاجاه يعني العيار الثقيل عن التيك توك. التيك توك الغالبيه العظمى وفقا لوجودي على التطبيق من حوالي 6 7 شهور، الغالبيه العظمى من الاطفال من سن 9 سنين لسن 18 سنه، اللي هو نقدر نقول عليها تين ايجر او مرحله المراهقه. فبالتالي ده اكتر سن، السن اللي بتشكل فيه الراجل او الانسان، يا اما تخليه طبيب وعالم وحاجه عظيمه للمجتمع، يا اما تخليه حرامي وبلطجي ومتحرش. فانت تيجي تخش على التيك توك تلاقي برضو ناس كتيره جدا مسيطره عليه، من الناس اللي هم بيروجوا لحاجات كتيره زي السلوك المشين، الشتيمه، قله الادب، الغلط، حاجات كتيره جدا. فلما تلاقي الطفل بيسمع لهؤلاء فبيتحول لمتحرش، لما اشوف واحده بترقص بشكل مستفز وبشكل مسيء ومهين، لكن انت عملتي كائن متحرش من صغره بيتربى من 8 سنين لحد ما شاء الله وهو متحرش. انا عايز اسال استاذ احمد سؤال بس. اتفضل يا استاذ احمد بعد اذن حضرتك، سؤال اخير يعني. هو احنا موضوع حلقتنا النهارده ان قلمي سلاحي، هل طبعا تعتقد ان الكلمه ممكن تاثر في المواطن وتغير من سلوكياته ولا لا؟ هل الكلمه مؤثره ولا لا من وجهه نظرك؟ بالظبط يعني كده، انا من وجهه نظري الكلمه مؤثره جدا، ولكن للاسف المواطن حاليا لا يتجه للقراءه، يعني الكلمه سلاح مميت زيه زي القنبله الذريه من وجهه نظري. ولكن ازاي احنا كصحفيين واعلاميين وكتاب نعيد المواطن المصري للقراءه، نعيد المواطن المصري للوعي؟ الكلمه يمكن ما بقتش مؤثره وهي مكتوبه، طب ليه ما نحولهاش لكلمه مشاهده متشافه على المكان المتواجد فيه الناس زي التيك توك؟ انا حولت كلماتي اللي بكتبها في الصحف والجرايد لمحتوى مرئي اقدر اوصل بيه للناس، اخليهم يقروا غصب عنهم. هي دي الطريقه. اشكرك يا فندم، متشكرين جدا يا استاذ احمد. شكرا لحضرتك. شكرا جدا. شكرا طب استاذ ايمن، طب احب اسال حضرتك يعني برضو انا عايز اوصل لحاجه. المواطن لو شايف التيك توك ازاي يشارك مع حضرتك في المبادره دي من خلاله هو؟ يعني يبقى انا شاركت في المبادره بس بطريقه مختلفه، ازاي بقى اعمل كده؟ ايه الوسائل اللي يقدر يعملها المواطن المصري في مكانه عشان يطهر، مش هقول بقى يقضي على التيك توك، لا يعني الحاجات السيئه يحاول ان هو يقضي عليها. اولا انا طبعا الكل يعرفوني يعرفوا رغم ان انا يعني طبيعتي ان انا مقاتل في الحق، لكن لما حد يشكر فيا بالطريقه ديت اللي شكر فيها الاستاذ احمد الجدي، انا طبعا بحس بالخجل والحمد لله يعني كتر خيره ان هو اختارني يعني على هذه المبادره. الاستاذ احمد قال نساهم مش بس كقانونيين ولا صحفيين في هذه المبادره، احنا كمان عايزين المواطن ان هو يساهم. هنعمل جروب على الواتساب، كل انسان شايف في خطا في التيك توك او في غلط في التيك توك هيبقى في سلاحين، طب في تواصل معانا طبعا، نعمل جروب على الواتساب كل انسان يقدر يتواصل معانا فيه ويكون مفتوح للجميع، واي انسان يشوف فيه غلط هيبقى في طريقتين ان احنا نحارب هذا الخطا ايا ما كان شكله، سواء كان خطا اخلاقي او خطا يهدد امن الدوله. بالتبليغ بالابلاغ عن هذه الفيديوهات المسيئه، فنحاول نقفل هذه الاكونتات او نتجه بقى لما يكون في عناد او في خطا كبير. يعني لو في اي حاجه بيتوجه لحضرتك اي مواطن جروب. اي هنعمل جروب، اي مواطن يقدر يخش على هذا الجروب. يعني الجروب ده هيبقى عام؟ هيبقى عام طبعا. هيديره استاذ احمد يعني. ولو في خطا يعني يمثل جريمة احنا بإذن الله هنتخذ الإجراءات القانونية ضد أي حد مسيء. طيب سمعنا طبعا كلام المستشار أيمن، أي حد عايز يشارك في المبادرة دي يقوم بيها، وهيبقى في تواصل معانا وعن طريق أستاذ أيمن وعن طريق أستاذ أحمد الصحفي، واللي عنده استعداد لتطهير التيك توك يتواصل مع الاساتذه الكبار دول. نرجع بقى لموضوعنا، وموضوع مهم قوي قوي سائد الايام دي،
طبعا في ناس كتيره جدا بتتجه بيبقى املها انها تزود العائد المادي او المستوى العلمي، فدايما بتتجه اتجاهات معينه بيشغلها بقى شغل، يعني ايه، انا نفسي اسافر، انا نفسي اكمل دراستي بره، انا نفسي يبقى عندي امكانيه متاحه. فبنجد ان في بعض الناس بتشتغل الطلبه، وبتشتغل الطلبه خصوصا الطلبه المتفوقين وذوي عقول يعني نابغه. في الاوان الاخيره دي حصلت وجود طبعا عن طريق برضو استاذ ايمن هيكلمنا في الموضوع ده، استكشاف عصابه بتختص بسفر الناس للبلاد بره، وبيلاقوهم بقى هناك طبعا جو تاني، بيوعدوهم بان هو في امكانيه وفي شغل وفي، وبيذهبوا هناك ما بيلاقوش اي حاجه في اي حاجه، بالعكس بيتجندوا. فحضرتك تكلمنا عن الموضوع دوت، لان واجهت لنا فعلا مشكله وهنعمل معاهم مداخله، بس ما ناخد راي استاذ ايمن في الموضوع دوت. اتفضل حضرتك. والله في ناس بتستغل احلام البسطاء في تحسين حياتهم زي ما حضرتك قلتي، سواء حياتهم الماديه او حياتهم العلميه، عشان يحسنوا من حياتهم. شيء مشروع، حق مشروع ان انا احسن من دخلي او من تفكيري العلمي او من دراستي، عايز اشوف او عايز اسافر لاي غرض اخر. في ناس بقى عصابات، والعصابات دي بتبقى منظمه. العصابات دي انواع. في عصابات مجرد ان هي بتنصب على حد ماديا وتاخد فلوسه وتضحك عليه ومتصفروش. لكن احنا تعدينا بقى المرحله ديت، وتعدينا المرحله دي بمراحل، ولقينا ان في عصابات دوليه من ناس من جنسيات عربيه مقيمه على ارض مصر. بالفعل موجوده؟ موجودين يا فندم. على ارض مصر وعايشين في خير مصر، وبينصبوا على النوابغ بس من طلابنا المتفوقين بس. والناس اللي هم يعني فعلا يعني كريم شانتي الدراسه في المجتمع المصري. بيختاروهم بعنايه وياخدوا منهم اموال، ويوهموهم ان هم هيسفروهم للخارج لاوروبا، حيث بقى ايه العلم والثقافه، وبيقولوا لهم ان الجامعه هناك هتوفر لكم الاكل والشرب، وبقى الدنيا بقى وترجع بقى الدكتور فلان او المهندس فلان من اكبر جامعات اوروبا. طبعا الناس احنا عارفين ان احنا حالتنا الاقتصاديه في منتهى الصعوبه الايام دي. فالناس بتبيع اللي وراها واللي قدامها عشان تسفر ولادها. وقدام الولد نابغه انا برضه هصرف عليه، سعيده. ايوه سعيده، انا اسفر ابني واخليه لاحسن حاجه. العصابات الدوليه دي بتاخد فلوس الاهالي اللي طفحوا الدم عشان يجنوها عشان يستثمروها في اولادهم، وياخدوا الفلوس دي ويسفروا الولد بالفعل الى الدول الاوروبيه. لكن الولد لا يلاقي دراسه ويلاقي اكل ويلاقي شرب. طب بيعمل الولد ايه؟ بيعمل ايه؟ قدامه بقى نزوله بقى وملقاش اي حاجه من دي، اللي تخيلي حضرتك شاب في مقتبل الشباب 18 سنه 19 سنه في اوروبا في البرد، عايش مشرد مش لاقي اللقمه ياكلها. مين هيصطاده بقى؟ هيصطاده نوعين من انواع التطرف، سواء الانحلال الاخلاقي او الجماعات المتطرفه دينيا وجماعات الارهاب. تمام. ممكن يعني الولد يستثمر في اشياء في حاجة أخلاقية. احنا مش هنتكلم، مش عايزين نتكلم فيها، احنا عايزين نتكلم دعوه بيها. احنا هنتكلم انه الولد اول ما بيجي له الفكره بيجي له ناس، طبعا بيلاقي ايه المسجد في اوروبا المفتوح، بيجي له ناس يقولوا له مصر عملت لك ايه؟ مصر رمتك هنا، مصر ما رمتوش، العصابه هي اللي رمته. هي اللي رمته بره. انا عايزه كل الجمهور يستمع لكل كلمه استاذ ايمن بيقولها عشان يخاف على اولادنا، يعني ما نستمعش بقى ان انا ابني عايز يسافر وابني عايز يكمل دراسته بره، لازم اكون على حاجه موثوق منها. استكمال حضرتك، بس قبل ما اكمل حضرتك معانا مكالمه مداخله تليفونيه. الو 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 ايوه 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 استاذه سناء. معانا استاذه سناء، اتفضلي حضرتك كلمينا عن موضوعك بالظبط عشان يسمعوا المشاهدين الموضوع ان هو موضوع حقيقي وفعلا تم مشكله عند حضرتك. في الاول طبعا انا بمسي عليكم وعلى سياده المستشار ايمن، وبشكره طبعا على مجهوده معانا، بصراحه جزاه الله كل خير. يعني ده انت كمان هتعرفي في الاخر عمل معاكي ايه، بس كملي. ربنا يخليكي حبيبتي. اتفضل. هو طبعا ابني طبعا زي ما استاذ ايمن قال كده ان هو كان خلص دراسته، حبيت ان هو يسافر، كان امل حياته يعني يكمل دراسته في المانيا.
تمام. فجمعت كل ما املك وكل اللي حلتي وبعت كل حاجه وقلت خلاص على بركه الله، وقمت بالاجراءات وتعرفت على شخص اردني اسمه معن. احنا يعني انا بقاله فتره قاعد هنا، هو رحت وقابلته في المركز الثقافي الكندي وقال لي ان انا هنا سافر للاميره فلانه الفلانيه و و و وخلاص عرفت ان هو اتاكد ان هو مثلا بني ادم هم، وفي شركه مشهوره كانت الشركه بتاعته في مدينه نصر وكل حاجه. خدت حضرتك ابني ورحنا وعملنا عقد ما بيننا، والعقد ده موجود وكل حاجه موجوده. وخد مني خلاص الاجراءات، وابني راح ودرس لغه هنا. وبعد كده قال لي ان شرط من ضمن الشروط ان انا احول لبره بما يعادل حوالي 12000 يورو او 11000 وكسور يورو. ان انا احول المبلغ دوت لابني بره في بنك هو اداني اسمه بحساب مغلق، ويكون الحساب دوت ما حدش هيتصرف فيه غير ابني لما يسافر. ومشيت، انا بحاول بس باختصار عشان وقت البرنامج، ومشيت معاه زي ما هو حضرتك قال لي فعلا وكل حاجه. ابني سافر هناك، مفيش الفلوس فين، مفيش فلوس بتوصل لابني. اللي في واحد هيستنى ابنك في المطار وهيسكنه، مفيش حاجه اسمها كده. ابني اول 3 ايام كان بينام في الشارع وفي الجوامع، ما قابلش اي حد يعني هناك، ما كانش في حد كان في استقبال او اي حاجه. احنا المخاطر احنا فاهمين يعني في اوروبا عامل ايه، مشرد ايه اللي حصل بالظبط، ايه اللي حصل له يعني، عايزين تفاصيل. حضرتك طبعا اتعرض بقى لحاجات طبعا كتير طبعا، ان هو بقى يروح يعني مش عارف يعمل ايه، طب هروح فين، مفيش اي طبعا دخل ليه ولا اي مكسب ليه. وانا كنت خلاص انا استنفدت خالص ماديا، معيش حاجه ان انا ابعت له. فهو طبعا بدا ان في لدرجه ان هو راح مسجد هناك ما وصلى فيه، الناس برضه هناك قابلته، انت مالك، انت فيك ايه، احنا شايفينك ان انت معكش فلوس وان انت بتشتكي، وانت طب تعالى صلي معانا في المسجد واحنا هنساعدك. تمام. وراح بالفعل لاني طالب، لاني برضه رافض الجيش زي ما استاذ ايمن. شاب ما عندوش فكره حضرتك، ما عندوش فكره عن حاجه. اتفضلي. بيتعلق باشياء يعني. راح صلى في المسجد اللي هم قالوا له عليه. وطبعا حضرتك عارفه بقى تحت بقى مسميات بقى تانية وكلام من ده، بيستقطبوا طبعا شعبنا. طلع ان ستر ربنا ناس هناك قالت له ابعد عن المسجد ده يا محمد، عشان دوت عليه علامات استفهام كتير من الدوله الالمانيه وكلام من ده وكده. فقالوا له ستر ربنا بس. وانا ابني دلوقتي هناك حضرتك يعني مشرد، والله والله انا ابني دلوقتي مش معايا يدفع ايجار، مش معايا يعمل حاجه. الدنيا كلها واقفه حضرتك. طب هو بيتعايش هناك ازاي يعني، هو قاعد هناك بيتعايش ازاي، مع مين، بينام فين يعني، الاقامه بتاعته فين دلوقتي؟ الاقامه هو دلوقتي في ماربور، هو دلوقتي في مدينه ماربور. اللي هو سافر في اساسا اللي هو كان جايب له المدينه بتاعته فيها، هو لغايه دلوقتي مستقر فيها. طبعا كل ما يعني انا بحرم نفسي يمكن من لقمه هنا عشان خاطر ابعت لابني هناك ياكل او يشرب، او ان انا بس اقيه بس يعني الحاجات. طب انا هقول لحضرتك مفاجاه جميله جدا، حضرتك هتفرحك طبعا. النائب العام استجاب للشكوى بتاعت حضرتك، وهيستجوبوكي خلال الاسبوع دوت ان شاء الله، وهتطمنوا على ابنك وهتوصلي له باذن الله. والنائب العام استجاب، وكان في مكالمه بالفعل التليفونيه للاستاذ ايمن، اكدت على ميعاد معين. طبعا انا مش هذكر الميعاد الا ما هو هيبلغك بيه شخصيا. فانا بحب افرحك واقول لك الحمد لله ربنا استجاب لدعواتك، واستجاب طبعا بفضل ربنا ثم المستشار ايمن. نائب عام بطل. وطبعا النائب العام يعني احنا بنشكره، النائب العام ان هو وقف معانا ووقف معاكي ووقف مع كل مصري وابن وابنه بيتعرض لاي متاهه لينا يعني. انا بس عايز برضو اقول ان النائب العام احنا بنشكره جدا وبنحييه طبعا، واهو استجاب لشكواكي، وان شاء الله النيابه هتحقق في الموضوع وباذن الله يعني. احنا بنقول لك على هوا اطمني وان شاء الله خير. بشرى هو برنامج بشرى طبعا، واحنا بشرناكي بشرى حلوه من خلال برنامج سكرين شوت. شكرا يعني. شكرا يا فندم، شكرا يا فندم. طبعا دي مشكله جسيمه قوي يا استاذ ايمن يعني، احنا الموضوع ده صعب فعلا، بس احنا يعني سعداء ان النائب العام طبعا توصل وقدر ان هو يعني يحكي بالموضوع، وبفضل ربنا ثم طبعا حضرتك ثم النائب العام بنشكركم جدا يعني. يعني دي حاجات جميله يعني للبلد يعني. هو بصراحه يعني احنا بنطمن بلدنا وبنطمن ناسنا ان مصر بخير، واي حد بيتعرض اي مشكله النائب العام وغيره من القيادات الموجوده بتقف جنب كل مصري سواء ابن او ابنه، لان كلهم اولاد مصر. اتفضل حضرتك. برضو انا بجدد الشكر لسياده النائب العام ان هو بيهتم بكل القضايا وقضايا الناس الغلابه في المقام الاول، والقضايا اللي تهدد المجتمع.
انا بشكر سياده النائب العام شكر جزيل الشكر. انا والله الكلام رغم ان انا شغلتي او صنعتي الكلام، لكن كلامي بيقف عندي شكر سياده النائب العام، لان مفيش شكر يقدر يوفيه حقه. متشكرين للنيابه العامه، متشكرين سياده النائب العام، وقضاءنا بخير باذن الله وربنا يسهل يعني. بس احنا بقى من عايزين حضرتك برضو تقول لنا توعيه كده بسيطه بالنسبه للناس، يعني من يعني ايه التوعيه، ازاي كل واحد يحافظ على ابنه؟ مش انا افرح ان في حد هيسفرني، في حد هيمن، ايه البنود اللي نتاكد ان الموضوع ده صحيح؟ والله انا يعني بصفه حضرتك طبعا مستشار، ما هو اهو الكلام هو واضح اهو، ما ننخدعش بالاعلانات اللي موجوده على السوشيال ميديا واعلانات ده الناس. اول حاجه دي اهم حاجه، يعني دايما بيجي برضو مقاطع في سفر هنا، في انجازات، في عمل هنا، في عقد كذا. الاعلانات بتبقى مغريه. أيوة أيوة. واحنا عايزين ان احنا نسفر ولادنا ونحسن من دخلنا او نعيش حياه كريمه احسن، مفيش مشاكل. ما عنديش مشاكل، لكن تاكدوا من ان الناس دي مش نصابين، ان المؤسسه ليها ترخيص حقيقي، وان هي على ارض الواقع شغاله وما هياش اكذوبه زي ما عشان على الاقل ما يكونش ولادكم موجودين النهارده في برد اوروبا معرضين ان هم لمسائل لا اخلاقيه او بين يعني بين موضوع الارهاب. يعني هو الولد بين نارين، يمشي في مسائل لا اخلاقيه او يمشي تبع الارهاب عشان يعيش وياكل، وهيبقى في الحالتين مضطر. حافظوا على اولادكم، وتاكدوا جدا من انكم تتعاملوا مع مين، بالذات في اعلانات السوشيال ميديا، وبالذات الاعلانات اللي بتقول اصفر وما اصفرش. وبعدين عايز اقول حاجه برضو، ان برضو مباحث الاموال العامه بذل مجهود كبير جبار. جدا وجبار وقبض على اكتر من شركه وهميه بهذا الشكل. تمام. في بقى موضوع طبعا جميل جدا، احنا دايما بنتفرج على التلفزيون ونتفرج على التمثيليات والافلام وحاجات بقى بتنتابنا جميله قوي، ان بنشوف المسلسل الممثل سواء كان صحفي في التمثيليه، يعني خلي بالك وانا بقول في التمثيليه، سواء كان صحفي او بتاع ده ممثل بيعمل ايه، او ظابط بيخش ويعمل يخش بقى مع العصابات ويبقى عامل نفسه تاجر، واللي عامل نفسه مدمن. انا بتكلم بالعاميه عشان نوصل للمعلومه صح، خلي بالكم. كل ده يعني من خلال التمثيليات والافلام والحاجات دي، في حاجات كتيره جدا من الصحفيين بيبقى متخفيين وبيخشوا بقى بمناظر وافلام، ونرجع نقول والله ايه ده بيضحكوا علينا. هي في صحفيه ولا في صحفي هيتنكر ويخش مع تجار المخدرات، ولا 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 ظابط هيعمل الحركات دي كلها ايه؟ هجس زي ما بيقولوا. لا، النهارده بقول لكم لا، احنا في ارض واقع بالفعل، عندنا ناس يعني شخصيات جميله، شخصيات انا نفسي بفتخر بيها، شخصيه جميله جدا. طبعا انا بقولها بناء على استاذ ايمن محفوظ اللي هو وجهنا ليها، يعني هو وجهنا ليها بالفعل. صحفيه معروفه جميله، قدرت بذكاء وبخبره انها تتنكر وتخش في النطاق التجار المخدرات وتعايشت معاهم تعايش كلي وجزئي، لحد ما فعلا ما اكتشفت الوكر كله ونجحت في انها تكشف مجموعه كبيره من التجار دول. احب بقى قبل ما نبقى معانا مداخله معاها استاذ ايمن يشرح لنا الموضوع كده باستفاضه شويه. والله كلامك جميل وعجبني قوي. ايوه فعلا صح، احنا بنشوف الافلام والتمثيليات بنقول ازاي معقوله الصحفي هيتنكر ويخش يبقى مع العصابه ويتعامل معاهم ويبيع ويشتري؟ معقوله الكلام ده؟ ده كلام افلام وكلام تمثيليات ولا يمكن يحصل على الارض الواقع. لكن النهارده الكلام ده حقيقي، والكلام ده موجود، وفي احدى قلاع الصحافه في مصر وهي جريده الجمهوريه، وبالذات في صفحه دموع الندم في جريده الجمهوريه. الصفحه دي لو تعرفوا الجهد المبذول فيها، في صحفيه جميله جدا وفي منتهى الانوثه وشابه بتعرض حياتها كل لحظه
وكل للخطر. دقيقه للخطر ده فخر يعني ده فخر للصحافه ان في شخصيه بالجمال ده تقدر تخوض الموضوع دوت. يعني احنا انا يعني فعلا قريت الموضوع بقيت مذهوله ان في بالفعل حاجات زي أيوة. كده انا كنت دايما بنتخيل ان الافلام والحاجات دي مش من الواقع. يعني انا دايما بتفرج على تمثيليه زي اي تمثيليه بقى مش هذكر اسماء او لا دي حاجات أيوة هجس طبعاً. يعني بيضحكوا على الناس او كمان ايه لكن لا ده مثال جميل قوي للمراه المصريه طبعا الفتاه اللي مفروض ان هي تهتم بمكياجها وتهتم بضوافرها بتخش جوه اوقار التجار المخدرات وكل اوقار الفاسدين بكل شكل بقلب جامد بتخش بقلب جامد بالفعل يعني هي دخلت ومتخافش على روحها لا ده يعني ده فخر وشاب فخر لمصر يعني كلها انا سعيده هي جدا دي المراه المصريه بالظبط كده بتضحي بحياتها ودي المقاتله اديكم شايفين الصحفيين بتخش جوه هذه الاوقار وبتتعامل معاها يا جماعه هو بالفعل الصحافه بتعمل كده بالفعل يعني في ناس احنا لازم نفهم كويس جدا ان في صحفيين بالفعل بيخوضوا وبيخشوا في الحوادث وبيخشوا في الوكر وبيخشوا في كل حاجه وفي النهايه بيوصلوا لنتيجه يعني نتيجه جميله ان هم بيكشفوا وعايز بس اقول كلمه اخيره في الموضوع دوت البنت المصريه العظيمه اللي اسمها مي ياقوت اللي انا بفتخر بيها ومعاها طبعا زميلها الاستاذ وائل موسى بيخشوا بالفعل جوه هذه الاوقار بيتعاملوا بمنتهى الحرفيه وبيتنكروا وبيعملوا حاجات فوق خيالكم علشان يقدروا يوصلوا لاي فاسد او اي تاجر مخدرات او اي حد بيدمر اقتصاد البلد بالفعل مئات القضايا وتعرضوا لتهديدات خطيره جدا لقضايا عديده ولا كان القضيه الاخيره دي بتاعت المخدرات دي بس كل القضايا اتعرضوا لتهديدات بيتنكروا بيلبسوا وبيخشوا جواه يعني بيعيشوا زي الافلام بالظبط يعني حقائق المفروض دول احنا نكرمهم والمفروض ما هي بقول لكم اهي شابه وجميله ما خافتش على نفسها وبرده الراجل شاب ما خافش على نفسه وبيضحي بحياته عشان يحمي ولادك وولادي فلازم نديهم تعظيم سلام تعظيم سلام وكمان احنا بنحيي الاسره بتاعتها لان الاسره بتاعتها طبعا دي الكلمه بتاعت الاسره لازم نحييها لانها ساعدت ووقفت جنب بنتها لان اي في ناس طبعا اسر كتير بتخاف وبترفض طبعاً. لكن دي طبعا انا بحيي اسره الاستاذه مي وبقول لهم يعني احنا سعداء جدا بيكم ان انتم عندكم المقدره ان تشجعوا بلاد بنتكم وانها تخوض هذه التجربه حفاظا على مصر وحبا في ارض مصر فطبعا ده هقول ايه شابوه لاسره مي ياقوت والله العظيم وعملوا حمله اسمها امسك تاجر موت كانوا بيحاولوا ان هم يوصلوا الجهات الامنيه او يساعدوا الجهات الامنيه وكانوا بيضحوا بحياتهم وتعرضوا لتهديدات زي ما قلت كبيره جدا علشان يكشفوا تجار المخدرات يدمروا حياتنا واقتصادنا وحياه ولادنا انا زي ما بقول كده لازم نشكرهم ولازم تحسوا بمجهودهم ولازم تقروا دموع الندم قبل ما يبقى معانا مداخله مع الاستاذه مي ياقوت انا برضو بكرر الشكر المره الثانيه وبشكرها هي شخصيا وبشكر اسرتها على النجاح اللي حققته بنتهم وبرضو بشكر الاستاذ ايمن ان احنا وصلنا لمعلومه جميله بخصوص هذه الانسانه الجميله حول الانسانه الجميله اللي هي عرضت بالفعل. هي جميله بالفعل احنا عايزين نشوفوها بعد كده معلش هو الاتصال التليفوني تليفون مشغول تقريبا احنا بنحاول التليفون مش بيجمع انا عايزه اتواصل معاها عشان نتكلم باستفاضه عن الموضوع بلسانها هي شخصيا هنستنى شويه ونحاول نتواصل معاها قبل نهايه البرنامج لازم هتواصل معاها باذن الله هنقف عند الموضوع ده لحد ما نتواصل معاها هنخش في موضوع بقى تاني بعد نهاية الحلقة اللي فاتت طبعا جالنا لي رسائل كتيرة جدا ناس زعلانة قوي زعلانة؟ زعلانة من حضرتك بقى زعلانة مننا؟ طبعا عن تيل الجيزة ده اللي عمل لنا مشكلة جميلة اللي حضرتك خليته شاهد هم طبعا بيناشدوا بحاجة معينة ان المرأة المصرية لازم يكون لها حق انها يعني مثلا لو جوزها اتعرض لجريمه الزنا لازم يكون لها الحقيه انها ترفع عليها جريمه الزنا حضرتك قلت لا ما ينفعش الا على فراش
الزوجية. طب هل هو ممكن يتعدى؟ طبعا ده الحاجات دي بعملها يتعداها في اي اماكن اخرى يعني؟ لا لازم يعني منطالب بحضرتك تقول لنا ان كل اسرة او كل امرأة طالبة ان لازم يبقى في قانون رسمي يتحاكم عليه الزوج. تمام. دي حاجة. ايه الحاجة التانية؟ طب كم قول لي بقى هيطبق قانون ولا هو عن تيل الجيزة راجل، عشان افكر السادة المشاهدين بيه، راجل كان ليه علاقات متعددة ببعض السيدات وقال ان انا كنت بخدمة. طب هنقفل حضرتك معانا مي يقود بقى. طيب معلش هنسترجع الموضوع تاني، بس معانا المكالمة داخلة. الو الو الو، مساء الخير. مساء النور، ازي حضرتك؟ مساء الخير على البطلة الجميلة، البطلة الجميلة اللي شرفتنا وشرفت مصر كلها بالحاجات الجميلة اللي هي عملتها دي. اهلا وسهلا بيكي، نورتي برنامج سكرين شوت وشرفتيه. ايه حضرتك شرفتيه بصراحة بكل حاجة يعني، مش قادرة اقول. انا سعيدة جدا بجد ان في بنات جميلة قادرة انها تقوم باعمال خطيرة زي كده. احب بقى اعرف من حضرتك الموضوع بتاع امسك تاجر موت. امسك تاجر موت، امسك تاجر موت عملته ازاي؟ او حضرتك اتعرضتي فيه ازاي؟ احكي لنا كده. والله هو اصلا ملحق دموع الندم، ملحق مميز جدا في الحوادث. مش هنوع ملحق ايه، بس علشان انا بشوف الجهد دايما اللي احنا بنقوم بيه يعني عموما انا وزمايلي، احنا بنقدم مواضيع كتير متنوعه، والفترة الأخيرة كمان طورنا شوية من صحافة الحوادث عموما، عملنا فيها صفحات كتير خدمية. انت دخلتي انت لا موت. انا عايزة تحكي انت ازاي تنكرتي ودخلتي في الموضوع. احنا ده احنا اصلا بقالنا مدة طويلة بنتنكر وبنعمل مش بس عن تجارة المخدرات، بنعمل مواضيع كتيرة جدا في إطار التحقيقات الاستقصائية. كشفت مواضيع كتير جدا مهمه، ممكن اقول لك زي منها مثلا سم السيانور اللي بيترمي في البحر ده علشان يصطادوا بيه سمك، ما كانش معروف وقتها. واحنا اللي عملناه وكشفناه، وبعد كده اترفع يعني العقوبه بتاعته من مخالفه بسيطه للمؤبد بسبب التحقيق ده اللي احنا اثبتنا فيه ان السم ده بيأثر على الجهاز الهضمي بتاع الانسان. تمام. امسك تاجر موت بقى جت ازاي؟ احنا والله كان جه فتره كده كنا بنعمل فيها حاجه عن المخدرات عموما، وبعدين اكتشفنا يعني ان تجار المخدرات بيستخدموا الاطفال الصغيرين وحاجات كده كتيره، كانت بقى بدات تبقى بالنسبه لنا جديده خالص يعني. الاطفال الصغيره بقوا يستخدموهم دلوقتي كمان في الموضوع دوت؟ يعني مثلا بيخلوهم، دي كانت بداية الموضوع، بيخلوهم وقت المدرسة مثلا عشان ما يتشكش فيه يشيل المخدرات في الشنطة بتاعته. احنا نجحنا في ان احنا نكشف اللي هي طب عايز اعرف يعني عملتوا ايه بقى عشان تكتشفوه؟ يعني نجحت ازاي بقى؟ اوصفي لنا بقى. بداية الموضوع ده جه من ولد كنا سمعنا عن قصته ان هو اتمسك وفي شنطته بالصدفة كده مخدرات ومش عارف ايه والكلام ده. كان سنه قد ايه؟ كان سنه قد ايه؟ سنه كان قد ايه؟ سنه 10 سنين. وان اللي كشفه يعني المدرسة، تمام، بالصدفة يعني. تمام؟ بعد كده بقى ابتدينا ناخده بقى كده ونتكلم معاه ونشوف هو كان يعني بيروح ازاي ومين اللي بيشغله والكلام ده، والكلام ده كان تقريبا في فروض الفرج. ومعلومه بقى ولا معلومه دلنا على الموضوع، وابتدينا نمشي ورا خيوطه لحد لما كتبنا الموضوع ده. فجينا قبلنا واحنا قاعدين ليه ما نعملش نطلق مبادره اسمها امسك، او حمله اسمها امسك تاجر موت، ونسيبها الاول للناس يعني، نكتب في الصفحه ان والله دي المبادره دي موجوده علشانك، الحمله دي موجوده عشانك، اي حد عنده وفر مخدرات جنب منه يبني دي بتفاصيل صغيره، وانت مالكش دعوه باي حاجه، وهتبقى يعني شخصيتك مش باينه. طب يعني ما كانش في ناس بتخاف يعني؟ ما كانش في ناس بتخاف انها تعرض نفسها؟ كانوا بيبلغوا وكانوا بيخافوا ان هم شخصيته بتتكشف، بس طبعا عشان ميثاق الشرف الصحفي ما كناش بنكشف شخصياتهم. تمام. بس كانوا يقولوا مثلا اللي واقف في الحته الفلانيه. ننزل بقى مره واثنين وثلاثه انا والزميل وائل موسى، عشان احنا اثنين كنا ماسكين في الحمله دي، ومعانا كمان الزميل محمد جمال كريتي. وندور بقى يعني نبتدي نشوف مداخل ومخارج المكان، ونقعد بقى في الموضوع اسبوع خارجين جايين. تمام. طب ايه المخاطر اتعرضت فيها يا استاذه مي؟ عايزين نعرف بس كده ونعرف الناس ايه هي المخاطر اللي تعرضت ليها انت يا حضرتك والاستاذ وائل موسى
لما بتكشفوا تجار المخدرات. بعد ما يعني كنا بعد الاول بنروح متنكرين بقى، مره مش عارفه بياعين خضار، مره كده على حسب كل مكان وطبيعته. على حسب طبيعه المكان. الموضوع ما ينزل فهم بقى ايه، يروحوا بعدين تهديدات على مين، على فتحه وائل الموت. تمام. مش هنعمل واحنا هنسوي ومش عارف ايه والكلام ده. انا بالنسبه لنا احنا وقت المغامره نفسها مع بص انا ما نكرش ان احنا بنبقى قبل منها خايفين، يعني اللي هو ايه عاملين نحط برضو حسابات كتير. يا ترى ايه اللي هيحصل لو حصل كذا. لكن وانت فيها بقى، وانت فيها ما بتخافيش؟ نعم. وانت جوه الحدث ما بتخافيش؟ وانت جوه الحدث نفسه ما بتخافيش؟ وانا جوه الحدث ما بخافش؟ يعني وانت جوه المغامره نفسها ما بتخافيش؟ حضرتك اهو لحد لما يبقى خلاص قرب، ما احنا داخلين خلاص المكان، خلاص احنا منظمين كل حاجه ودارسينها كويس وكده. ما تعرفيش ربنا بيشيل الخوف ازاي يعني من الموضوع اصلا. لو يلا بقى بكل اللي بيجي على بالك وقتها، ام او اب ابنهم مات من اوفر دوز مثلا، نجوعات مخدرات زياده، فبتبقي داخله بقى يلا بقى خلاص. بيبقى قلبك جامد. فالحمد لله ربنا ربنا بيكرم. بعد ما بنخلص بقى على فكره احنا بنقعد نروح ازاي عملنا كده، كانت حاجه صعبه قوي. طيب قولي لي حضرتك، الاسره عندك يعني ما كانتش بتعترض يعني، ولا كانت بتبقى موافقه ان انت تقومي بالمغامرات دي؟ والله ما كانوا بيشوفوا الموضوع بعد ما بينزل. تمام. بيفرحوا. بس الاول كانوا بيقلقوا. تمام. بس بعد كده بقى بقيت اشرح لهم ان الموضوع لا احنا بنبقى دارسينه كويس، وان شاء الله الامور تمشي كويس، واحنا بنعمل رساله بنأدي رسالتنا في الاول وفي الاخر. وانا عاجبني جدا عنوان الحلقه قلمي سلاحي، هو فعلا القلم سلاح. ايوه فبيفرحوا بقى بيكي. طبعا احنا بنعمل اللي علينا تجاه المجتمع. طب انا عايز اسالك سؤال يا استاذه مي. نعم. تقولي ايه لكل بنت جميله بتنتهج سلوك مخالف لسلوك حضرتك، وبتهتم بمكياجها وانوثتها اكتر من العمل الجاد والعمل العام المفيد للمجتمع، تقولي لهم ايه؟ بص هو الانوثه مطلوبه طبعا. تمام. بس الاهم من ده كله انت شخصيتك فين؟ يعني مجهودك فين؟ انت فين؟ في نبره جديده بنسمعها كتير قوي من شباب اليمين دول، اللي يقول لك انا ابن فلان. لا ده غلط. انت مين؟ صح. انت عملت ايه في حياتك؟ صح. لازم كل واحد مننا يزرع جوه ابنه ده، حط قدام منك هدف ابنه او بنته، حطي قدام منك هدف ووصلي له. انا قصدي بس يا استاذه مي، لو سمحت، ليه مش صحفيه زي حضرتك جميله وشابه؟ ليه ما كانتش اتجهت لاخبار الفن والفنانين وعاشت بقى في وسط الفنادق والاحتفاليات والبرفانات؟ ليه اخترت الطريق الصعب وانت شابه وزي ما قلت جميله؟ ليه اخترت الطريق الصعب؟ ما اخترتيش ليه طريق اسهل من كده؟ والله بص هو كل فرد من فنون العمل الصحفي ليه عيوبه وليه مميزاته يعني. بس هو في الاول وفي الاخر انا ما استهوتنيش الحاجات الثانيه، ما استهوتنيش الفن مثلا او كده، لكن انا قررت اعمل حاجه اللي هو يعني ايه، ابقى انا المميزه فيها، ان انا بنت اهو، لا انا اخرج بقى عن المالوف، محدش يبص لي ان انا الوجه الانثوي ده. انا ممكن اعمل حاجات كتير جدا افيد بيها المجتمع اكتر ما انت شايفني ان انا مجرد يعني مثلا حلو تأنيس بقى وظيفتي محدوده يعني. وفي الاول وفي الاخر المراه المصريه اصلا يعني ما شاء الله عليها يعني. انت مثال مشرف للمراه المصريه. وانا حييتك قبل المداخله وبسقف لك على الهوا وبقول لك برافو، ويا ريت كل البنات تنتج سلوك جدا. احنا بنشكرك جدا يا استاذه مي على مجهوداتك الخارقه، وده انت شرف لكل بنت مصريه. اشكرك على المداخله الجميله دي. شكرا حبيبتي. رجعنا لكم تاني ورجعنا لموضوعنا، عشان قبل ما نختم البرنامج عايزين حضرتك عن تيل الجيزه. لشغلك قوي عن تيل الجيزه جدا جدا، لان ناس كتيره بتتكلم هو ليه حق يعني. مثلا حضرتك قلت ان الست هي اللي تعاقب، طب هو الراجل ما يتعاقبش ليه؟ احنا عايزين قانون، واحنا بنناشد ان يبقى في قانون في مصر زي ان الست تقدر انها ترفع قضيه زنا على جوزها اذا كانت وجدت، حتى في مكان الفراش او غير الفراش، ده حقها. والله دايما بيبقى في جانب مضيء في كل شيء قاتم في المجتمع. موضوع انتيل الجيزه دوت كان شيء قاتم جدا، وكان وحاسسنا بالاشمئزاز. ماشي، احنا بنتكلم على حته. طب انا اقول لحضرتك، هو ده فتح ماشي، ما احنا هو ده فتح المجال، ان احنا نتكلم. احنا عايزين بقى نسيب بقى انتيل الجيزه، احنا عايزين القانون بقى اللي ايوه. انا اقول لحضرتك اتفضل. مش انا اللي عملت عن المواطن اللي يعمل علاقه قاسمه مع امراه لقاء اجر اللي هو بنسميه الدعاره. القانون هنا ما بيعاقبش
ما بيعاقبش الراجل، بيعتبر هذا الرجل هو شاهد على المرأة وبيعاقب المرأة فقط. هنا بقى منتهى الظلم. ايوه هو بقى كده الظلم بقى. وهذا القانون يعد قانون غير دستوري. لا ايه ليه؟ احنا بنناشد لانه يخالف مبدا المساواه بين الرجل والمراه. أيوة. احنا دستورنا بيقول ان الرجل والمراه متساويين في الحقوق والواجبات. في كل حاجه بقى. اشمعنى ده؟ يعني الاحقيه في ده وفي ده؟ لا لا، ما لازم يبقى في تساوي. وذكرت وقلت ان الدول الاوروبيه بالظبط كده بتعاقب الرجل والست بدم في. طب اشمعنى عندنا في مصر ما فيش كده؟ احنا بقى بنطالب، احنا هنعدل القانون ده ان شاء الله. احنا بنطالب حضرتك ان انت تناشد القانون ده، وتناشد طبعا القيادات الكبيره والنائب العام وكل الناس. لا النائب العام مش في ايده، هو ده يعني عايزه تشريع، تشريعات من النواب الجداد اللي جايين لنا جداد ان شاء الله. بنناشدكم وبنقول لكم راعوا المرأة المصرية في حقها إنها تاخد حقها من جوزها إذا كان قام بجريمة زي جريمة الزنا. الجزء الثاني بقى إن القانون بيميز الرجل عن المرأة. إذا المرأة زنت في أي مكان خارج منزل الزوجية أو داخل منزل الزوجية، يجوز للرجل إن هو يقيم عليها دعوى الزنا في أي مكان. تمام. لكن بالمرأة لا تقدر أن تقيم دعوى الزنا على زوجها إلا إذا زنى في منزل الزوجيه، في فراش الزوجيه. بس احنا بقى بنناشد برضو عايزين برضو ده أيوة نفس التشريعات الكلام بيخالف مبدا المساواه ولازم يعني الرجل زي الست بالظبط كده. احنا بنقول لك يا استاذ ايمن تساعدنا في الموضوع ده، تساعد كل امراه مصريه. احنا طبعا مش دي مهاجمه للرجاله، بس ده حق من حقوقها، لانها في حاجات دي مساواه وبيبقى في ظلم، واحنا مش عايزين الظلم دهوت. لان في ستات كتير جدا بتتعرض للحاجات ديت، وبتتعرض ان زوج يعني ازواجها بتكون بتقوم بهذه الجريمه وما بتبقاش عارفه تاخد حقها. فبنرجو من التشريعات الجديده ومن النواب اللي هيجوا لنا باذن الله ويشرفونا في المجلس ان هم يغيروا ويساندوا المراه في هذا الموضوع، خصوصا القوانين دي غير دستوريه. فيعني احنا بنساند المراه. طبعا وقت البرنامج بيجري مع حضرتك بقى، مش عارفه اقول ايه بصراحه، يعني وقت البرنامج بيجري مع استاذ ايمن. واقول لك انا سعيده جدا بلقاء حضرتك، ودايما بتبقى منور برنامجنا بموضوعاتك الجميله الشيقه اللي بتفيد المجتمع بصراحه يعني. واشكرك جدا. انا بشكرك يا فندم. واشكركم اعزائي المشاهدين على حسن استماعكم، واتمنى لكم ليله سعيده وتصبحوا على خير.